حلواني لا ذوب جسمه مثل الملح بالميه، ويابا مثل الملح بالميه. هذا غزل، نحن بعلمك العلم هيك بنتغزل. حشي قبره ولا ذوب جسمه. هذا الموضوع من زمان بيخطر ببالي فعليا، يعني منطقة بعلبك الهرمل يعني من 20 سنة بفكر فيه. بسمع انه بنعتبر بعلبك رمز من رموز لبنان، قلعة، مهرجانات، سفيحة، حشيش، تهريب، مثير الموضوع. بس كمان كنت حس انه مظلومة ظلم فني هائل. قال يلي دينك من دينك بعرضك لا تهرب. طلعت لفوق يعني على الدار الواسعة يعني، وكانت تجربة هائلة لإلي يعني. بتعرف أول شيء على الطبيعة الجغرافية اللي أنتجت هالناس، الوعر، الشجر، الضباب، الجبال العالية، الناس اللي هونيك اللي بيشبهوا الأرض. وقعدت مع ما يسمى المطلوبين والمطلوبين العدالة، فكانت تجربة رائعة. مسرح، مقتل، اشتباكات، مداهمات، اقتحامات، حي شراوني، حي شهير، سي ان ان حكت عني. هلا اول واحد من بيت جعفر نزل علي هذا الحي كان بالخمسينات، ايام الرئيس كمال شمعون الله يرحمه. وقتها ما مرته زلفة قررت انها تعمل مهرجانات بالقلعه لتحيي منطقه بعلبك. لعب 17 شخصية وشخصيات متناقضة مع بعضها، يعني إن كان ست ولا عمي ولا مهرب ولا شيخ ولا حتى الكلب، يعني صار له شخصية. فذهيك عن الحكاوات اللي فيه، فلعب أدوار تعتبر أندر جراوند وعالي، يعني بمعنى بكل الأنماط. جربته بكل يسمى سلوك الشخصيات تختلف عن بعضها، وقام فيها ببراعة تامة يعني. فأنا كتير كنت سعيد بالتجربة، خاصة بإعداد الممثل. بعت الأرضات وبعت البكار وبعت المرات وجبت لك إياه كل الضيعة، هلا جيت بدك تبيع بنتها. أنا ما بدي بيعها، أنا بدي أجوزها. حرام عليكم بنتكم دول، عم تجوزوا أولادكم صغار 12 سنة. يا عمي هيدي والد بده يجيب والد يربيه. حكينا بكثير قضايا فيها للمسرحية، يعني حكينا بزواج الأسرات، حكينا بالمطلوبين، حكينا بالتار وبمشاكل المنطقة المحرومة، وحكينا عن منطقة بعتقد إنه مش كل اللبنانيين بيعرفوها، بيسمعوا عنها، بس اللي عم يجي على المسرحية عم يتعلم وعم يعرف الناس التانيين اللي من أول ما سمع عن هاي المنطقة سمع إنه هن مطلوب بس. فهلا اللي عم يجي عم يتعرف على الناس وعم يحس حاله واحد من هول الناس. لصقت الدولة. لا 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 صبح حوش بيك يا زلمه، انا حكيت مع الدولة وقالوا لي انه ما بدهم دم. انتوا هاي والدولة هاي، انت بتعرف شو يعني مدير مش مبلغ عنا يا صبح؟ يعني بيوت بشراوني بدها تنزل فقروسنا، بيروح المنيح بعزل أباح يا صبح. بعدين مين اللي قال لك انه هن خاطفين لمرت؟ هن مستضيفين عندهم. عم فرج الدولة كيف بتشوف البعلبكية وبعلبك الهرمل، وعم فرج بعلبك الهرمل كيف بيشوفوا الدولة، يعني أنا ما بينه وبين، أنا بالنص. من هون شوي ومن هون شوي عملنا شغل مع الأستاذ يحيى جابر مرتب كتير. النص مثل ما بيقولوا محبوك حبكة كتير حلوة، والتمثيل انشغل عليه كتير. أول مرة عم بعمل شيء بوصل من وراه رسالة وبحبه لهالدرجة. ما بيلاقي حاله إلا كبس وطلع برات الحال، قطع عن الحواجز، قوص علاي ما وقف، استنفر تقشير بيت شمس وبيت جعفر وجع أبوه ونزلوا سكروا فؤاد